السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. نقدر نتكلم في موضوع النويز اللي بيقع على الصور. يعني ايه النويز اللي بيقع على الصور؟ اوقات لما نلتقط صورة بالموبايل مثلا او بأي كاميرا، نلاقي الصورة زي ما انتوا شايفين كده، عليها النويز زي ما يكون منقطة كده. الكلام ده طبعا سهل يتشال بالفوتوشوب. في الحقيقة في حاجات جاهزة، فلاتر جاهزة بتعمل الكلام ده بالفوتوشوب. بس الفوتوشوب سي اس 5 في خاصية انه يشيل النويز. فوتوشوب سي اس 5. طيب ازاي هنعمل الكلام ده؟ اول حاجة هنفتح برنامج البريدج. عشان تفتحه لو رحت للفوتوشوب هتلاقي ايقونة البريدج هنا، هتدوس عليها هيفتح لك برنامج البريدج اللي هو ده. هنروح على الصورة اللي انا عايز اعدل عليها وادوس كليك يمين واقول له اوبن ان كاميرا رو. الكاميرا رو ده ليه خصائص كتير جدا في التعديل على الصور. احنا ناخد منها خاصية ان انت تشيل النويز. النهاردة نقرب بس شوية عشان يبقى شغلنا مظبوط. عايز اجيب الصورة يمين، ادوس سبيس تظهر لي الهاند دي، ابدأ احرك الصورة يمين وشمال. اوكي. بعدين هروح على علامتين المثلثين دول اللي هي ديتيل، هدوس عليها. هلاقي هنا حاجة اسمها نويز ريديسيوشن. هبدأ أعدل على الخاصية دي اللي هي بتشيل النويز خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين اهو كده، انا مش عامل اي حاجة فيها، كده بزود القيمة فيها. اعتقد ان الامر واضح يعني. وازود الديتيل بتاعها شوية، وبرضه ازود الكونتراكت سنة بسيطة، وازود الكالر، وازود الكالر ديتيل برضه. اوكي. طيب دلوقتي بعد ما خلصت، انا عندي تحت زي ما انتم شايفين كده 3 زراير. اول حاجه كنسل عشان نلغي اللي احنا عملناه. تاني حاجه اسمها اوبن ايمج. اخر حاجه اسمها دن. لو دوسنا على دن يحصل ايه؟ لو دوسنا على دن هيسيف لنا اللي احنا عملناه ده في الصوره بس. طيب لو دوست على اوبن ايمج هيسيف لنا اللي احنا عملناه في الصوره ويفتح لنا الصوره في الفوتوشوب. ازاي؟ تعالوا ندوس على دن كده مثلا اهو، هو سايف لنا الصوره اللي الحاجات اللي احنا عملناها في الصوره، وظهرت ايكون صغيره كده تدل ان انت عدلت على ده على الكاميرا رو. لو دوست كليك يمين ودوست اوبن كاميرا رو ودوست اوبن ايمج بقى، هيسيف لنا اللي احنا عملناه برضو، بس هيفتح لنا الصوره في الفوتوشوب. طبعا لو احنا فتحنا في الصوره في الفوتوشوب، احنا فتحناه ليه؟ عشان عايزين نزود اضاءه، نعدل الاضاءه، نعدل البيبلز الليفلز بتاع الصوره. عايز الصورة عايز اعدل الليفلز بتاعها شوية زي ما انتوا شايفين كده. عايز تعمل بعض المؤثرات اذا كان براشز او حاجة زي كده، نجيب اوبشن براشز، نعمل شيب دايناميك، نزود السبيسنج الاول، بعدين نعمل شيب دايناميك كده، سكاترينج، بعد كده color dynamic، ونختار ده مثلا نخليه لون احمر بالشكل ده. نعمل layer جديد، نبدأ نحط البرشة بتاعتنا ونكبرها. اي افكتس بقى احنا عايزين نعملها على الصوره، بس المهم ان احنا عرفنا ان انت لو دوست اوبن ايمج بيتفتح لنا في فوتوشوب. ممكن مثلا نخلي تاثيرها ابيض ابيض واسود، نحط لير في ابيض تحتيها. ونخلي دي لمستري زي ما شايفين بقى تاثير ابيض واسود اهو في الصوره. اعتقد الامر واضح. تمام. بس طبعا في فلاتر جاهزه بتعمل الكلام ده، ان انت تشيل النويز بتاع الصوره. بس طبعا في الفوتوشوب سي اس 5 تقدر تشيل الكلام ده من غير اي فلتر زياده عندك على الفوتوشوب. اتمنى يكون درس النهارده نال اعجابكم. مع تحياتي عبد العزيز حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.